والله اولا احنا بنشكر دوله الامارات على الاستضافه ودبي العزيزه الغاليه علينا كلنا كعرب وكمصريين تحديدا يعني على الاستضافه وكرم الضيافه. لكن انا كنت حابب في الاول اقول يعني صوت القاهره هي الاسم الكبير والبراند الكبير جدا في مجال الانتاج المرئي والمسموع واللي ليه تاريخ طويل. تقريبا احنا اقدم شركه متخصصه في الانتاج المرئي والمسموع في المنطقه العربيه بالكامل، شركة مملوكة للحكومة المصرية، وأنا حرصت أن أنا يعني أكون على رأس المجموعة اللي جات تشارك بالمحتوى الدرامي المرئي والمسموع في يعني معرض وسوق مهم جدا للكونتنت موجود في مشاركة على المستوى يعني العربي والإقليمي والشرق الأقصى والشرق الأوسط عالية جدا. أنا شايف أن ده يعني كان فرصة طيبة جدا لتلاقي الأفكار وتلاقي المصالح وتلاقي البيزنس. والله أولا احنا بنشكر دولة الإمارات على الاستضافة ودبي العزيزة الغالية علينا كلنا كعرب وكمصريين تحديدا يعني على الاستضافة وكرم الضيافة. لكن أنا كنت حابب في الأول أقول يعني صوت القاهرة هي الاسم الكبير والبراند الكبير جدا في مجال الإنتاج المرئي والمسموع واللي ليه تاريخ طويل. تقريبا احنا اقدم شركه متخصصه في الانتاج المرئي والمسموع في المنطقه العربيه بالكامل، شركه مملوكه للحكومه المصريه، وانا حرصت ان انا يعني اكون على راس المجموعه اللي جت تشارك بالمحتوى الدرامي المرئي والمسموع في يعني معرض وسوق مهم جدا للكونتنت موجود في مشاركه على المستوى يعني العربي والإقليمي والشرق الأقصى والشرق الأوسط عالية جدا. أنا شايف أن ده يعني كان فرصة طيبة جدا لتلاقي الأفكار وتلاقي المصالح وتلاقي البيزنس. عايز أقول أن إحنا هنكون يعني حريصين إن شاء الله على استمرار مشاركتنا في المعرض. المعرض منظم جدا، الناس اللي قايمين على تنفيذه باذلين مجهود جبار من اجل يعني نجاح الايفنت. احنا مشاركتنا كانت احنا كنا شايفين لها بعد قومي لاننا بنمثل الانتاج الرسمي لمصر ويعني مصر انا عارف انها غاليه وعزيزه على كل العرب، وانتوا كمان دبي غاليه وعزيزه علينا. زي ما قلت لك كان فرصة عظيمة لتلاقي والتحاور مع كتير من المنتجين والجهات المنتجة في مختلف يعني أطراف العالم. كان فرصة اللقاء معهم، تبادل أفكار، تبادل مصالح، صفقات. أنا أرى أنه معرض بلغ الأهمية، والحمد لله كان بلغ النجاح.